هيدي ويك 8 لكامتاجا ستوديو. قبل ما ننتقل لنشتغل بالفيديوز ونعمل ريكوردينج للسكرين يلي هني هول الشغلتين الأساسيات يلي باقيين لنا بكامتاجا ستوديو، وأكيد إديتينج الأوديو بشكل مزبوط، ضروري إنه نعمل براكتس على كل شيء أخذناه لحديت هلا. فبدي أطلب منكم تحضروا your first lesson مثل يلي أنا حضرتها using only photos now. Later on we will add غير إشياء بتاني assignment. Okay. So إذا بتتذكروا بديكم إنه تستعملوا كل الكوماندز اللي نحنا استعملناهم. بديكم تحضروا 3 صور 3 photos مثل ما أنا استعملت باللسن plagiarism. أنتوا بتنقوا شو عبالكم. بذكركم إنه بتعملوا لها import للميديا. Okay, so بتكونوا محضرينهم بفولدر and so on. You choose 3 photos on your own. انتو بنقوا شو السبجكت اللي عبالكم تعلموا تلميذكم عليه. راح نحكي حوالي 5 minutes اذا بدكم to 10. عملوا لي tutorial 5 to 10 minutes. Okay. Voilà, let us suppose. بذكركم انه بتاخدوا هيك صور بتفتحوا. تقول لا open 3 صور. تذكروا أنا عملت هيدي مع ال definition مع text gold مع definition. بعت لكم هني. أنتوا نقوا 3 صور مثل ما أنتوا بدكم. You open them. بيصيروا هون. ترجع بتحطوهم تحت بالtime line. بدي منكم تتمرنوا تحطوا transitions بيناتهم بين الصورة والتانية. والintroduction okay بالmore title clips okay. وبديكم تحطوا music إذا بتتذكروا library بالأوديو. So حطوا ميوزيك لإلها. قصروا الميوزيك مثل ما تعلمنا. واستعملوا كمان بديكم تستعملوا الكول أوت. أوكي. تجاه هدول أشياء كتير كتار نحنا عملناهم مع بعض. Once يعني لازم تتمكنوا منهم كلهم لأقدر أنتقل معكم للفيز 2. قدي معكم لهالبروجكت معنا جمعتين نشتغل عليه هلا خاصة انه جاي العيد. وبعدين you will share it with me by email. بنحكي by zoom anyway. So بس تخلصوا بتعملوا produce and share اذا بتتذكروا هالشي. Okay. You must drag it. Okay. It's empty already. It is empty. Produce and share. خليني ارجع على الكليبين. Let's suppose انا عندي شي هون مثلا. Voilà. أنا عم باخد dimension 14. Please ما تكبروا حجم الفايل لحتى لي أقدر أنا استقبل your project. عملوا 5 minutes للproject مش أكتر. Okay. بتقولوا okay. And then produce and share. تذكروا نتركها web من MP4 هي وresolution صغيرة. Okay. وبتقولوا next. Finish and you render. Okay, so before you render كمان تذكروا انه you can file save your project. يعني قبل ما اعمل له produce and share تذكروا تعملوا saving ل your project عندكم على الديسكتوب في حال حبيتوا ترجعوا تفوتوا على الفايل وتعدلوا فيه. بس تخلصوا تعديل اخر شيء بتعملوا produce and share. Okay, لانه انا رح شوف your mp4 file ما رح شوف البروجكت. Okay, guys. So, هيدا basically your assignment, first graded assignment لا Camtasia Studio. قبل ما انتقل على غير اشياء. بحكيكم جمعة جاي زوم بس تنشوف امتى العيد وهيك. Until we meet again. بلشوا خططوا للسن اللي طالع عبالكم تعطوها. حضروا 3 صور. اشتغلوا فيهم حطولهم audio, transition, وكل هالأشياء, and save the project, and then render. Okay, guys, so until we meet again.